مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شهر الله تحية معطرة بذكر الله وآياته. نرحب بكم في هذه الحلقة من مسابقة جائزة العميد لتلاوة القرآن الكريم، حيث سنستقبل متسابقين أفاضل سطى كتاب الله على قلوبهم منافسا دقاتها، فارتشفوا الحب معنى ولحنا وترتيلا. نعم، نالوا مجدا في الحياة ورفعة وعزة، وحسبهم أن القرآن لهم دليل. كما أرحب بلجنة التحكيم الموقرة التي سترافقنا خلال هذه المسابقة، الأستاذ الجامعي والحكم الدولي الدكتور الشيخ باسم العابدي من العراق. حياكم الله. حياكم الله مرة أخرى، سلمكم الله. كما أرحب أيضا بعضو لجنة مراجعة المصاحف في وزارة الأوقاف الجزائرية فضيلة الشيخ عمر بوسعدة. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم أخي العزيز محمد. كما أرحب أيضا بأستاذ القراءات العشر ومن الجمهورية العربية المصرية الأستاذ محمد فهمي عصفور. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك حبيبي، الله يسلمك وبارك بعمرك. كما أرحب أجمل ترحيب بالأستاذ والمبتهل عماد رامي من سوريا. أهلا بكم أستاذ عماد. حياكم الله أخي الكريم، بارك الله فيك. وأيضا أرحب أجمل ترحيب بالأستاذ القارئ والمنشد الدولي السيد كريم موسوي. حياكم الله سيد كريم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم حبيبي محمد. وختاما أرحب أجمل ترحيب بقارئ ومؤذن العتبتين المقدستين السيد حسنين الحلو. حياكم الله سيد حسنين وتقبل الله أعمالكم. أهلا ومرحبا بك وتحية طيبة لكل الجمهور الكريم. وقبل ذلك نبدأ بتلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم، ننصت إليها خاشعين بصوت القارئ الشيخ بلاسم جليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق
شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني حزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العلي العظيم. بدأت قصته في حافلة المدرسة إذ كان يحفظ ما يتردد على مسامعه من القرآن الكريم ليبهر منذ عامه الرابع أساتذته في المدرسة ومن بعدهم لجان التحكيم في المسابقات المحلية والدولية التي كان يحقق فيها المراتب الأولى
رحبوا معي بالمتسابق محمد علي قاسم من لبنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، المتسابق محمد علي قاسم من لبنان، أمتعتنا بجمال أدائك، شكراً جزيلاً لكم. انتقال إلى سيد حسنين، تفضل. شكراً جزيلاً. طبعاً تعودنا سيد كريم، كأنما محمد يعلق على أمتعتنا بجمال أدائك، لا عاد ايش بقى لنا احنا. نعم. الله يبارك فيك إن شاء الله، وشكراً لك يا عزيزي، تلاوة طيبة، خصوصاً أنك من لبنان، يعني اللي مع كل الظروف اللي تمر بها لبنان الحبيبة أو لبنان الحبيب، هسه هي إن كانت مذكراً أو مؤنثاً. تلاوة طيبة جميلة، صوته لطيف جدا كلطافته طبعا أكيد. وعندنا احنا في توزيع الحروف أو على يعني على مود النفس نحتاج إلى مهارة عالية. هو عنده نفس طويل وممتاز، يعني قدر يوصل بعض الآيات، هذا تخصص الأساتذة الآخرين، ولكن بالتالي كجملة نغمية استطاع أن يؤدي فيها بعض الأمور. ولكن ملاحظة صغيرة، أنه حينما نريد أن نأتي بالنفس الطويل يجب أن لا نقلل من باور الصوت أو فوليوم الصوت نهائياً. هذا حدث في إحدى الموارد، ولكن كطبيعة صوت وكأداء كان جميل جداً، وكنا نتمنى يعني أنه يقدم لنا بعد المزيد. نتأمل أنه يصعد إن شاء الله تعالى للمرحلة القادمة حتى نسمع منه إبداع الحقيقي، لأني أنا سمعته يعني في مناسبات أخرى وكان أداء أجمل بكثير مع جمال هذا اللي أداء. شكرا سيد كريم موسوي حبيبي. تفضل. هو هم جميل ترى، يعني حلو. محمد محمد زين. لا ما شاء الله حبيبي محمد، يرتبط بالقرآن، يكون جميلا دائما. أنستني إشارتك لمدرسة محمد رفعت، يعني بالبيات الأخير. حلوة كانت هاي واحدة، وتكملتك يعني كملت البيات الأول يعني حرفيا، كملتها هي هاي هم النقطة الثانية. زخارفك هم سليمة يعني كلها مرتبة الله يسترك، إلا بالحجاز يعني مقام الحجاز الأخيرة شوية ظلت مبتورة ناقصة، الله يحفظك إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. الشيخ محمد عصفور تفضلوا. حياك الله حبيبي، وهنيئا هنيئا هنيئا، جئت من هذه الأرض المباركة ومن وسط كل هذه الأحداث وهذه الظروف، وأمتعتنا صدقا يعني. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم. المتسابق محمد علي قاسم، أسأل الله لكم التوفيق والعافية والثبات في الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم. أحسنت حبيبي. طيب الله أحسنتم. بسبب مشاكل في أوراقه الثبوتية كان وصوله إلى المسابقة أمرا شبه مستحيل، قلبه الملهوف للوصول، وكانت تسكنه رسالة منسق المسابقة: اطمئن ولا تقلق يا عزيزي. لكنه كان قلقا، فأن يكون جسمك في البلد الذي تعيش فيه وقلبك في كربلاء، فالأمر ليس بالسهل أبدا، ولكن التجربة تقول بأن موطن القلب يكسب دائما. رحبوا معي بالمتسابق محمد جواد رمضاني من أفغانستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ يستبشرون صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم. أنصتنا لتلاوة المتسابق محمد جواد رمضاني من أفغانستان، شكرا جزيلا لكم. السيد حسنيان تفضل. شكرا استاذ محمد، شكرا لحبيبنا المشترك من افغانستان محمد جواد رمضاني. طبعا المطلع راح يحس ان هناك مشكله بالعارضه اللي هي ظاهره ان الظرف الصحي اللي يمر به عزيزنا، وان شاء الله ندعو له بالصحه والعافيه وان نلاحظ تلاوات يعني اجمل من هذا الاداء اللي قدمه، لانه البصمه اللي ارسلها والمقطع اللي ارسله كان افضل من هذا بكثير، لكن يبدو أن السفر أخذ ما أخذه من طاقة هذا الشاب المهذب. شكرا جزيلا لكم. الشيخ عمر تفضل. محمد جواد ما شاء الله رغم ما تعاني منه من آلام ربما مرض، ولكنك كنت رائعا وفي جلستك وفي قراءتك حاولت أن تبدع وتقرأ أفضل ما عندك، وهذا الذي نحييه فيك ونسأل الله لك إن شاء الله التوفيق
في قادم المسابقات بإذن الله تعالى وأن تكون أحسن في أحسن الأحوال. ففي الغالب الملاحظات يعني ربما لها علاقة بالأوتار الصوتية وغير ذلك وبمرضك، ولكن هناك ملاحظات انتبه كالضاد الضائية لارضي، الضاد لا تكون فيها شائبة الضاء حتى لا تشتبه بالضائي، لأن فيه تغيير وتبديل للمعنى وتبديل الحرف مكان حرف. كذلك صفيرك ناقص نوعا ما في حروف الصفير، لنفوسة لا تقول لنفوسة س، إذن بين صفير حتى تظهر هذه الحروف. إن شاء الله نراك أحسن إن شاء الله في قادم المسابقات بإذن الله تعالى. السيد كريم موسى تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس أشكر على حضوره، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يشافي ويعني يتقرب لنا إذا كان لحظ بالفاينال يا رب. الشيخ محمد عصفور تفضل. حياك الله حبيبي، والأخ الكريم تحية كريمة للأستاذ محمد جواد رمضاني. وأنا في التقرير أمامي أنه أيضا كان عنده مشكلة في أوراقه الثبوتية للحضور أيضا، ولكن إذا دعاك أبي الفضل فلا راد لفضله، إذا دعاك العميد فلا أحد يستطيع أن يردك، والحمد لله أتى إلينا وأبلى بلاء حسنا رغم ظروفه الصحية، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل والأداء المميز إن شاء الله في المراحل القادمة. الله يبارك عمرك. بارك الله فيك أخي محمد جواد. عندك مشكلة صحية مبينة، يعني المشكلة الصحية كلهم حكوا عليها، وعندك اختيار الطبقة، الاختيار كان غير صحيح، لو اختار طبقة أقل ممكن كان يجيد القراءة أفضل، إن شاء الله الأمام يكون أفضل بإذن الله. الشيخ باسم أختم بكم. بارك الله بك سيد محمد، بارك الله بك يا عزيزي. من جهة الوقف والابتداء فوقوفاتك جيدة، أما من جهة مجيئك إلى كربلاء فهو الجذب الحسيني، شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرع. سيد كريم يعبر عن هذه بصوته الجميل، تفضل سيد كريم. كلمات يا ريت. نؤيد كل احنا. تفضل سيد كريم. الكلمات مشكلتك بعد، المهم كنت اديها سبعة يا ابو اغرال على جائزة في العميد. يا هم استهم جائزة العميد في الميدان، دولية تزهر بالقرآن، الله فيها التلاوة التي من روضها ننشق روحا من شذا ريحان. الله 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 الله. وقد رعاك قمر، وقد رعاك قمر أنواره، وقد رعاك قمر أنواره تشع من خير بني عدنان. الله الله صلي على محمد وآل محمد. هذه هدية إلك. صد فارسي من فارسي ميجا. إن هدية برأي شماس. إن أساني هدية برأي شماس بخاطر إنك إن همه سفير وتلاش كردت كي بيد عراقه إن شاء الله كي اتفاقات خوب برأي شماس بلفت. محمد جواد رمضاني من أفغانستان، بارك الله بكم، شكرا جزيلا. لازلنا معكم مشاهدين الكرام ومع أوقات مباركة في رحاب جائزة العميد الدولية لتلاوة القرآن الكريم. فاصل ولنا عودة مرة أخرى، كونوا معنا. تلمس قلبه الدرب الوردي حيث لا خوف ولا حزن ولا قلب صدي، امتشق خير سلاح فكان مصدر قوته سلاح قرآني. نتعرف على قصة كا وحسن أمين المعروف بأبي الفضل الجعفري. و
وبعد ما عرفنا أنه هو النور المنزل على القلب المقدس سيد البشرية النبي الأكرم، ازداد حبنا بعد ما ازداد وعينا لعظمة القرآن الكريم، وإن شاء الله مستمرين بهذا. إن شاء الله للموت القرآن هو رفيقنا ورفيق كل مؤمن إن شاء الله ومؤمنة. القرآن هو داعي إلى السلام والسلم دائما، لكن في حالة الدفاع المظلوم يدافع عن نفسه، القرآن هو اللي ينطي الشرعية، هو اللي ينطي قوة السيف. حتما مصدر التشريع ومصدر القوة ومصدر الإذن بالدفاع عن النفس حتما لا ينفكان عن السلاح، بل هو المدافع الأول عن البشرية وعن القيم. في أحد المناسبات تشرفت طبعا الله سبحانه وتعالى من علي أن أكون القاري في ذلك اليوم الرمضاني اللي كانت مصادفة ليلة القدر الأولى. شرفت أن أقرأ قرآن في العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المقدسة سلام الله عليهما، وأيضا قناة القرآن الكريم اللي كان يوم مخصص القوات المسلحة. سببت لي هاي القضية فد مشكلة كبيرة وعقوبة من شخص معين كان، الله يغفر له والله يهديه إن شاء الله. وهذا خل الجمهور كله يصعد وياي، أولا جمهور القرآني وغير القرآني، الإعلاميين السياسيين، وبعدها صار عندي نهضة قرآنية أقوى من ذي قبل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، ونرحب أيضا بسيادة العميد كاوة حسن أمين، حياكم الله وشكرا جزيلا لهذا الانضمام. سيادة العميد، نسأل عن سر هذا التفرد باهتمامكم بالقرآن الكريم على الرغم من مسؤولياتكم خصوصا في السلك العسكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقدم لجنابك الشكر الجزيل، وأقدم إلى سادتي وأساتذتي أعضاء اللجنة التحكيمية الموقرة، وأتشرف بالحضور بالوقوف أمامهم. بديت بحفظ سور من جزء عمة، والاستماع بوقتها كان عن طريق الوالدة طبعا إلى القراء المصريين، عبد الباسط مشاوي كذا كنا نسمع، وهذا خلى عندي نشاط، بالإضافة إلى السعي والحركة وال النشاط القرآني مع الشباب. جميل. اللي كانوا جيلنا، بدينا بالحفظ وبدينا بتعليم قواعد التجويد، والحمد لله وصلنا إلى الآن أنا طالب إن شاء الله. الله يحفظكم. بدينا بهاي الطريقة ولحدنا إن شاء الله مستمرين بخدمة القرآنية إذا الله شرفنا سبحانه وتعالى وتقبلنا. كاوة حياك الله مولانا، شرفت كلها لبيك، نورت الاستوديو ونورت البرنامج. بالعالم أجمع نشوف يعني ممكن ضباط أو رتب عسكرية رفيعة المستوى بندرة يهتمون بالتلاوة، أو ممكن يهتمون بالتلاوة لكن لا نراهم على الشاشات، ما أعرف إذا كان هناك سبب معين وأنت في هذا السلك المبارك. أولاً أنا أشكرك أستاذ حسنين العزيز. الله يبارك فيك يا عزيزي أستاذنا. الحركة القرآنية في القوات المسلحة بشكل عام، مو فقط بالعراق، بالدول المجاورة أيضا، هي حركة ضعيفة إلى حد ما، ليس بمستوى المدني بسبب انشغال القوات العسكرية. طبعا إذا نجي من باب الحفظ، إحنا لدينا حفظة القرآن بشكل كبير بالقوات المسلحة الذين حفظوا القرآن بدمائهم، الحافظين الذين عمليا يعني حفظوا القرآن، لكن الحركة القرآنية غير نشطة صحيح بسبب انشغال العمل الأمني والاستخباري وحفظ سور الوطن وما شابه ذلك. هذين طبعا يخلي يصير في العائق أمام رجل الأمن أن أنه يقدر يمارس هذا النشاط. نعم. بسلاسة مع هذه الالتزامات. أحسنت. رغم هذا يعني في هذا الوضع المتأزم يعني داعش وغير داعش بالأحداث. نعم. الأمنية طبعا هذا يترك، لكن احنا نطمح وننتظر ان شاء الله فسحة يكون بها مجال النهضة القرآنية والثقافة القرآنية بانتشارها وتعليمها في القوات المسلحة ان شاء الله عما قريب بحول الله وقوته ان شاء الله. استاذنا العزيز استاذ رامي، السلام عليكم. عماد رامي، حياكم الله، بارك الله بكم. انا تشرفت بكم. أستاذنا الكريم اللي لفت نظري اسمك، ما معنى اسمك؟ هاي الفكرة. أولاً كل القامات حتماً، وجنابك أستاذ عماد العزيز. اسم هذا العبد الفقير كاوة آتية من ثائر في وقت الضحاك قديماً، ما يقارب 2000
700 أو 500 سنة كان ثائراً وقتل الملك الظالم الضحاك وكان اسمه كاوا. وتيمون بهذا الاسم سميت أنا الفقير كاوا. ما شاء الله. الله يحفظكم. سؤالي الثاني. نعم. الآية التي أثرت فيك بالمعارف. نعم. اللي خطت هو للعراق. نعم. الآية التي كانت دائماً في خواطرنا ومحرك لمشاعرنا الجهادية طبعاً والدفاع عن الأرض والعرض، كل الآيات طبعاً، لكن أكثر كان أكثر تأثيراً هي الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله 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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا الله قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله 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 ما شاء الله يا رب يا رب يا رب سيادة العميد كاوا حسن أمين، ثبت الله أقدامكم في الجنة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم لهذا الحضور، وأسأل الله لكم التوفيق والعافية. شكرا جزيلا مرة ثانية لكم وإلى السادة أعضاء اللجنة التحكيمية الأساتذة الكرام وإلى الجمهور الكريم جمهور القرآني، وشكرا إلى هذه المؤسسة الطاهرة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. نحييه بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. من طفل يتعرض للتنمر من زملائه نتيجة صوته وأدائه المتواضع إلى قارئ ومنشد ورادود، وفوق هذا كله قارئ ومؤذن في حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ويعد ما وصل إليه من بركات العترة النبوية الطاهرة. نرحب بالمشارك مهدي رضا صاحبي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد فإذا برئ
كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قد بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا صدق الله العلي العظيم. يزرعون اسم الله وحبه في مساءاتنا عبر تراتيل الهوى. نعم، مهدي رضا صاحبي من إيران المتسابق الذي جاء إلينا حاملاً عطر حرم السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. شكراً جزيلاً لكم، ومنك أنتقل إلى السيد كريم موسوي سيدنا العزيز. مهدي نعم. خيلي زيباخم دي كنت أنيقاً وجميلاً، صوت جميل، غفلات موزونة، وحتى يعني الطبقات الصوتية اللي رتبتها أنا ارتاحيت له. فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يحفظك ويحفظ الوالد إذا أجا وياك. جاي وياك الوالد بدالة باته بدالة شما بشما هاس يانيس باله باله بوش سريمان بدالة شما هاس خدا إن شاء الله خدا حفظش كونه. سلامت دشي آره. سلامت دشي خيلي عالي بودي دست شما درد نكون. سيد حسنيان نعم تفضلوا لكم الكلمة. والله الكلمة اللي مع هيجي شباب وفتية حقيقة لابد من تشجيعهم، وأكيد فرصة جائزة العميد فرصة لا تقدر بثمن. سيدنا هو ضحى لإظهار بجائزة نعم. صراحة لأنه تأهل إلى مسابقة في إيران، تأهل إلى المرحلة النهائية نعم، ولكنه ضحى في أي مكان؟ في إيران. هذاك بلد الثاني، بلد نعم. الأول العراق نعم. كشفرة أفلت عراقة إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبي الجميع. فبالتالي هو وجوده مجرد مشاركة أفلت وفهم نادري ميران عراقيك هسه شلون نتناقر أنا وياه أخو ماكو أول وثاني يعني. أي والله، فبالتالي هو في بلده إن شاء الله وتعالى، وجائزة العميد هذه فرصة طيبة لإظهارهم و لمشاهدتهم عبر القنوات اللي راح تعرض هذه الجائزة. بركات مولانا. فبالتالي وإن كان هناك بعض الملاحظات الفنية، لكن هو بهذا العمر يعني فعلا نفخر بهم ان شاء الله. حلو نعم. واكرم فضيلة الشيخ محمد عصفور، تفضل. حياك الله حبيبي، وحيانا حيا الله الكريم ابننا مهدي رضا صاحبي. اهلا وسهلا خيلي آلي بود ما شاء الله. ما شاء الله. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليك هذه النعم، ونصيحتي لك أن تبدأ بالحفظ، يعني لا تحجم نفسك فقط في قارئ، أريدك حفظ كامل القرآن. المسابقات القادمة إن شاء الله
تكون متسابق حافظ إن شاء الله. حافظ وقارئ إن شاء الله. إن شاء الله تعالى موفق حبيبي موفق ما شاء الله. شكرا جزيلا لكم الأستاذ أو الشيخ عمر، لكم الكلمة. ما شاء الله مهدي رضا، امتعتنا بصوتك الملائكي الجميل وسموت بنا عاليا بأدائك للقرآن الكريم، ونسأل الله أن تكون قدوة لأبناء المسلمين جميعا في أخذ بالقرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم. ولا أزيد عما قاله شيوخنا وأساتذتنا، فالذي ندعوك له هو أن تجلس لقارئ متقن مجاز له سند موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي تأخذ منه السند بإذن الله تعالى وتقرأ القرآن كما أنزل وتمزج صوتك الجميل مع الإتقان، فستكون بإذن الله تعالى يعني من المهرة. أليس هذا حجة علينا جميعا؟ نعم، يعني نعم، أن يكون بهذا نعم الإبداع في هذا العمر واللسان ما ليس عربي. نعم، أليس ما هذا الله حجة على العرب علينا جميعا؟ نعم، سواء جميعا هو أو الأخ الباكستاني اللي كان نعم يقرأ، مش نعم يعني ما عادش إلنا حجة أنه نعم أنه نبعد عن القرآن. نعم والله ما شاء الله. نعم قلت شيء غلط؟ نعم نعم أكيد أكيد، هذا عين الصواب، حجة على العرب حجة على المسلمين. أحسن ما شاء الله، توسع توسع. حياكم الله. أنا أخجل أن أنتقد فنيا شباب، يعني إن شاء الله المستقبل أمامك، عليك أن تتعلم أصول النغم ولا تكون مقلدا، تعلم، والحفظ أهم من كل شيء، وأنا أخجل أنه أنتقدك. بارك أحسنتم. مهدي رضا صاحبي أعتقد أنه أيضاً مبتهل. نعم ما شاء الله، وهذه المعلومة إذن لا بأس أنه صراحة أنه نأخذ بعض من الابتهالات أنه نسمع من مهدي رضا صاحبي. تفضلوا قليلاً. ابتهال؟ نعم تفضلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حب الحسين، حب وسيلة الصداء وضياء قد عم بالأرجاء سبط 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 تفرع منه ما شاء الله. رزقك الله رزقك الله زيارة الحسين في الدنيا.
وشفاعته في الآخرة بحق محمد وآل محمد. مهدي رضا صاحبي، شكرا جزيلا لكم من إيران، شكرا جزيلا لكم. بدعم من الأهل دخل في عمر مبكر إلى عالم القرآن ليوفق للحفظ والتلاوة وللمشاركة في العديد من المسابقات القرآنية والدولية والمحلية أيضا. نرحب معا بالمتسابق حسن عبد الله موتليلا من تنزانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله عليك. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام. نعم، دقائق عشناها من راحة البال والسكينة والجمال في تلاوة المتسابق حسن عبد الله موتليلا من تنزانيا. شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة الطيبة، أسأل الله لكم العافية. ننتقل إلى السيد حسنين الحلو. سيد. شكرا أستاذ محمد. أنا بالحقيقة يعني ممكن أعبر عن جزء من إعجابي بالأخ ما حسن شاء الله. أقوم له إجلالا طبعا. نعم. هذا قيامي لا يعني أنه هو لحد الآن أفضل بهذه الحلقة والحلقات الأخرى. نعم. ولكن للجهد الذي بذله بالجوابات السليمة. نعم. وأيضا الانتقالات السليمة وكل هذا، الجوابات العالية ممكن تأخذ جهد، هو بذل جهده، ولكن أكثر ما ميز بقى متمسك بالخشوع بالآيات القرآنية، ولا كأنما هناك جمهور ويشجع هذا الجمهور فتمسك بالآيات والنظر إلى الآيات. طبعا وبالتأكيد يعني بالروايات اللي عندنا النظر إلى المصحف عبادة، فهو تمسك. نعم. بالنظر إلى المصحف وهو حافظ لكل القرآن. نعم الحافظ، لكن يعني ساهم في تطبيق هذه العبارة وهذه الرواية المباركة، ولاحظت الخشوع أيضا في أداء والجمل النغمية اللي أداها. شكرا لك يا عليكم. نعم نعم، بالرغم من حفظه للقرآن. نعم الكريم وهذا. نعم. الحفظ. نعم. نعم، ونحن أيضا قمنا لك بأرواحنا وقلوبنا يا حسن. شكرا جزيلا، أسأل الله لكم العافية. شكرا جزيلا لكم سيدنا. انتقال إلى فضيلة الشيخ باسم العابدي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك يا حسن، أظهرت مشهدا جميلا قرآنيا ومثلت بلادك ومثلت بلادك، وكنت خير ممثل لهذه البلاد تنزانيا. القرآن في الدول الأفريقية أخذ مديات بعيدة، وأنتم تمثلون بلادكم وتمثلون القرآن. تلاوتك كانت جميلة وجذابة وجيدة وعكست مستوى راقي ورائع. بوركت شيء قليل عندك كررت في مقطع، وهذا لا تؤاخذ عليه كثيرا. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المسابقات وفي البرامج كي تعكس الحالة القرآنية الحقيقية وتكشف عن روح القرآن لكي يتلذذ ويستمتع المستمع لك. شكرا لك. الشيخ عمر لكم الكلمة. ماذا أقول يا حسن، يا صاحب الوجه الحسن، الله، والصوت الحسن والأداء الحسن، فقد كنت حسنا حقيقة. اسم على مسمى، وأديت أداء رائعا ومتقنا ما شاء الله، يعني خلا من اللحن الجلي إلا بعض الهنات، ولكن تزيدك حسنا وإتقانا إن شاء الله تعالى. الشيخ محمد فهمي عصفور، الله يسلمكم حبيبي. فعلا فعلا زادك الله حسنا وبهاء وجمالا ما شاء الله. يعني لا يعني لا نستطيع أن نقول إلا أسأل الله سبحانه وتعالى له دوام هذه النعمة، دوام هذه النعمة إلى النهاية. اللهم آمين. ما شاء الله. سيد كريم موسوي، تفضل سيدنا. جمالية صوت، رقية أداء، وخضوع للتلاوة حين التلاوة ما شاء الله عليه، وانتقالات سليمة. الله يحفظه إن شاء الله ويعلي شانه يا رب. سيد كريم، تنزاني ما تعرف تحكي؟ عربي أحرف أحكي. مو صحيح؟ إيه. انشد له. بطاق الخير. نعم. أسباب النجاة يا عيني. الله الله يا رسول الله. بطاق الخير. نعم. أسباب النجاة وذات محبك. نعم. من خير ذات
عليه سلم الرحمن دوما وصلى فاذكروه بالصلاة. الله 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 اللهم صل على من حسن إلى حسن إلى حسن إلى فتقبلها ربها بقبول حسن. أحسنتم أحسنتم يا سيدنا. نعم. إلى الجميل أستاذ أنا عزيز. أستاذ الله يبارك فيك، يعني أنا ما بقدر زيد عن اللي قالوا الأساتذة، ما شاء الله صوت قوي وقادر، وإن شاء الله نشوفه بأعلى المراتب إن شاء الله. أسأل الله لكم العافية يا حسن، أمتعتنا وأبدعت بهذا الأداء، أسأل الله لك العافية وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أحسنت يا حسن. أحسنت. أحسنتم يا حسن. أحسنت يا عزيزي. أحسنت. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى اللحظة التي تأخذ بالقلوب. نعم، الكل يترقب من المتأهل، من الفائز، والكل فائز بالقرآن الكريم. المتأهل الفائز إلى المرحلة القادمة الذي حصل على أعلى تقييم من بين زملائه من قبل لجنة التحكيم الذي أقنع ونال الإعجاب، المتأهل معنا الفائز حسن عبد الله موتليلا من تنزانيا. مبارك عليكم يا حسن، ونلتقي معكم مشاهدينا الكرام في حلقة أخرى في أمان الله.